فيديو مهم جدا، أحوال جوية قادمة للمملكة العربية السعودية. نتمنى منكم مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم السلامة العامة. بداية، من المتوقع أن تتأثر المملكة بهذه الأحوال الجوية الغير معتادة نسبة لمثل هذا الوقت العام في الأيام الأخيرة من شهر مايو، حيث تشمل معظم مناطق المملكة بما فيها تبوك والجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل والقصيم، جازان وعسير، ومنطقة الباحة. هذه الأحوال الجوية تتمثل ب زخات رعدية من الأمطار، هذه الزخات تكون غزيرة أحياناً مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان الأودية والشعاب. ثانياً، هنالك سرعة واضحة للرياح، قد تصل سرعة الرياح إلى 80 كيلومتر في الساعة مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتشكل العواصف الرملية في المناطق الصحراوية. لذلك وجب التنويه من عدة أمور، أولها الابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، ثانياً الانتباه من سرعة وشدة الرياح التي قد تصل إلى 80 كيلومتر في الساعة، ثالثاً هنالك فرص لتشكل الصواعق، لذلك يرجى عدم استخدام الأجهزة المحمولة في هذه الأوقات. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب.